خرجت قوات البشمركية 950 متطوع من أبناء العشائر العربية غربي الموصل التي حررت مناطقهم من سيطرة تنظيم داعش نهاية عام 2014 لخرطهم ضمن تشكيل القوات وتشكيل لواء البادية لحفظ الأمن والدفاع عن تلك المناطق التي تقع على الحدود العراقية السورية. طبعا هذه المناطق العربية قريبة عن إقليم كردستان، أهميتها احنا عندنا تعايش تاريخي والأخوي، ونعتبر كردستان لكل مكونات من العرب والتركمان والمسيحيين والكرد، وطبعا حسب طلب إخواننا في منطقة الربيعة وزمار طلبوا أن تشكيل قوة من ضمن شبابهم، ويتضمن هذا القوات لقوات إقليم كردستان وتحت أوامر قيادة قوات زيرفاني، طلبا من الإخواننا من رؤساء العشائر من منطقة البادية والجزيرة في الربيعة والزمر. مهام وواجبات هذه الوحدة المشكلة خصيصا للمتطوعين العرب ضمن قوات البشمركية هي مسك الأراضي في مناطق الربيعة وزمار والعياضية وحماية مناطقهم من التهديدات الإرهابية التي قد تتعرض لها في المستقبل. ومن المقرر أن يلتحق متطوعون آخرون للتدريب معسكرات البشمركة لتنضم إلى المقاتلين العرب الذين تخرجوا اليوم للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار في مناطق غربي الموصل.